رجل حج وبعد فراغه من رمي الجمرات في يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ذهب إلى الحرم وطاف وسعى للحج وخرج مباشرة دون أن يودع معتقدا جواز اكتفائه بطواف الحج، فما حكم ذلك؟ صرح العلماء بأن الرجل إذا طاف آخر شيء كفاه عن طواف الوداع. إذا أخر طواف الزيارة وطاف بعد فراغه من الرمي كله ثم ما سار سافر في الحال أجزأه ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر أحد بالبيت، رواه مسلم الصحيح. ولحول الحديث الثاني عن عباس الثاني من النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر الناس، وعن ابن عباس قال أمر الناس، يعني أمرهم النبي أن يكون آخر أحد بالبيت إلا أن خفها امرأة الحائض، فإذا كان آخر أحد بالبيت فلا بأس، والحائض لا ودع عليها والنفسك لا ودع عليها. لكن هو إذا طاف وطافت المرأة في الحال المبسطة طافت عند الخروج طواف الإفاضة طواف الحج ولو كان معه السعي فإنه يجزئها ولا يحتاج إلى وداع الآن. وإن طافت الوداع طوافا آخر طافت الحج، ثم الوداع كان أكمل وأفضل منه.